تكون في صمت هنا، ضوضاء العقل عندك مكاش، ضوضاء العقل مكاش، فانت في راك تخلص لنفسك لداخل، وراك يتبع دقات القلب او تتبع التنفس، او يعني انت تولي انت والكون واحد. عندما تكون انت والكون واحد يعني هنا راك تعيش اللحظه. العيش في اللحظه يخلي الانسان يتشرب هذاك النور الالهي، الطاقه، لينيرجي كوسميك. حنايا كمسلمين ربي سبحانه وتعالى اعطانا الصلاه، اعطانا الصلاه عندما نصلي بوعي اللي هي يعني بخشوع، اكبر ما انسان انه روح وجسد وعقل وقلب، كل هذه الاربعه تشحن في صلاه. لذلك كانت الصلاه يعني باتم معنى الكلمه يجي يدير لك ميزاجو ويعاود يبعث لك روح تخدم، ادخل خلط روح ندير لك ميزاجو عاود روح يعني. وحتى الاوقات سبحان الله العظيم الاوقات عندها حكمه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خشوا عارف بين الظهر والعصر خلاص بدات شويه الطاقه تضمحل، يجي عاود يشحنها بالوضوء بالاذان بكلش بالركوع بالسجود، لان الانسان كونه فوق الارض راه يستمد الطاقه من الارض. يعني سي لينيرجي تيوريديك، كونه راه واقف راه يستمد الطاقه من من عند الله سبحانه وتعالى، لينيرجي كوسميك اللي احنا نعيطوها النور الالهي. وكذلك عندما يعني راه يتخشع راه يتامل راه يتدبر، هنا راه روحه تغذت. عندما الروح تتغذى تقدر هي تواجه كل متاعب الحياه وبيسر، ماشي ذاك تاع اللي راني هكذا راني ستريسي راني نجبد من الصحيح. هنا راه ياذي في كل الوظائف اللي عنده.